تحية لكم من القاهرة في حلقة خاصة من أجندة مفتوحة بمناسبة انتخابات الرئاسة المصرية. المصريون بدأوا عملية اختيار أول رئيس لهم بالاقتراع الحر السري المباشر، ربما لأول مرة في تاريخهم لا يعرف الناخبون المصريون من هو رئيسهم قبل أن يتوجهوا إلى صناديق الاقتراع. هنالك أجواء من الفرحة تعم الشارع المصري بسبب هذا الإنجاز الذي ما كان لأحد أن يحلم به لولا ثورة 25 يناير. لكن مطالب المصريين من الرئيس القادم كثيرة جدا. صحة المصريين ليست على ما يرام، يفتك بها الالتهاب الكبدي الوبائي، الفشل الكلوي، السرطان. أحوال جيوبهم أيضا ليست على ما يرام. أكثر المصريين حوالي خط الفقر، تحته بقليل، فوقه بقليل. الشباب الذين تتراوح أعمارهم من 25 إلى 40 يعانون من بطالة شديدة تصل إلى 30%، مما يعني أن 9 ملايين شاب مصري لم يبدأوا حياتهم بعد. شعب بهذه المواصفات كم من الوقت سينتظر للرئيس القادم أو سيعطي فرصة للرئيس القادم؟ هذا هو محور نقاشنا في هذه الحلقة من أجندة مفتوحة. أحييكم مشاهدي ومستمع البي بي سي، أنا زين العابدين توفيق معكم من القاهرة، وأرحب بضيوفي هنا في الاستوديو الدكتور حسن نفع أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، ومعنا أيضا الأستاذ محمد واكد عضو المكتب السياسي للجبهة القومية للعدالة والديمقراطية، ومعنا كذلك الأستاذ أحمد ماهر المنسق العام لحركة شباب 6 أبريل. أهلا بكم جميعا. لكن قبل أن نبدأ النقاش نريد أن نعود مرة أخرى إلى الشارع المصري لنعرف مطالبه من الرئيس القادم. الرئيس اللي جاي ده يهتم أول حاجة بالتعليم، لأن أنا شايفة أن التعليم ده لو نهض بيه في خلال 10 أو 15 سنة الجايين هيقوم جيل جديد خالص هيحسن حاجات كتيرة جدا. وشايفة ان الدول التانية اللي اهتمت بالتعليم برضو عملوا طفرة في الاقتصاد وعملوا طفرة في حاجات كتيرة جدا. لا، مش عايزين اكتر من البلد بس تكون كويسة ونعيش في امان، بس مش اكتر من كده. فعايزين ننهض بمصر صناعيا وعلميا وتكنولوجيا وننفتح على العالم بشكل صح، يعني نستورد خبرات نتعلم منها وبعد كده نصدر احنا خبرات بعد كده في مجال التكنولوجي ومجال الصناعات وكده. انا عايز من الرئيس القادم باذن الله استلم شقه بس، ويسلم ويدينا عربيه، يجيب لي عربيه بس، هو ده اللي عاوزه منه. عايز الرئيس الجاي يكون كويس ويبص للناس الغلابة اللي في البلد دي، الناس اللي مش لاقية تاكل تحت الصفر، يعني يكون راجل يعني عنده ذمة، يكون كويس. وعاوزين احافظ على البلد، في لان البلد واقعة اليومين دول، البلد واقعة واقعة جامدة. عايز الرئيس جاي يسيب ربنا فينا، يبص للناس الغلابة، يحن علينا، يعمل اي حاجة للبلد، يعمل حاجة للبلد. عاوزين كل خير وعاوزين بلدنا بلد جميلة. أصوات الفقراء تصرخ بالشكوى، يريدون من الرئيس القادم أن يشعر بهم أولا ثم يعدل حالاتهم. بعضهم طلب شقة وسيارة، وهو مطلب كبير في هذه الأيام في مصر، لكن الشعب المصري صبور. نريد أن نعرف كم سيصبر الحراك الثوري والحراك الاحتجاجي في الشارع المصري على الرئيس المقبل، لاسيما وأن هنالك دعوات بالفعل للنزول إلى الشارع يوم 28 من هذا الشهر، شهر مايو أيار، إذا فاز أحد الفلول، على حد تعبير هذه الدعوات التي انطلقت عبر صفحات كثيرة على الفيسبوك. نريد أن نعرف كم سيصبر الثوار والشباب على الرئيس المقبل. أبدأ بك أحمد ماهر المنسق العام لحركة 6 إبريل، وأنتم كنتم في طليعة الحراك الثوري قبل 25 يناير وبعد 25 يناير. مبدئيا احنا بنعتبر انتخابات الرئاسة وما بعدها جزء من فترة انتقالية، صورة ما انتهتش من الانتخابات الرئاسية. لا، احنا في مرحلة ثورية جديدة ايا كان الرئيس اللي جاي، حتى لو رئيس ثوري او رئيس محسوب على النظام السابق او الفلول، فبالتأكيد هيكون تعاملنا معاه استكمال الثورة. تختلف بقى ادوات نفسها، لو رئيس ثوري هيكون في تفاوض وفي نقاش وفي ضغط ايضا لمنع تحوله لفرعون اخر، وكذلك لمنع استبداده بالسلطه، او ان هو ممكن يعني حد يعني يدعم فكره الاستبداد مره اخرى، او ان هو يتجاهل المعارضه في مصر. وفي مطالب كثيره بقى من ضمنها
حق الشهداء، محاسبة كل من قتلوا الثوار المصريين، كذلك الأحداث الأخيرة اللي حصلت في العباسية وما قبلها من قتل أيضا لشباب الثورة. كل هذه الأحداث الرئيس القادم مطالب بتحقيقها حتى لو كان ثوري. أما لو كان رئيس محسوب على النظام السابق فبالتأكيد هيكون التعامل أكثر جذريا، أكثر جذرية في لو كان رئيس ثوري، هيكون اعتراض عليه منذ اليوم الأول، لأن هو لو جزء من النظام فبالتأكيد ده تحدي واستفزاز كبير للمجموعات الثورية ان الثوره فشلت او ان هو تحدي. طيب هنالك دعوه للنزول للميادين في 28 مايو منسوبه الى صفحه ثوره الغضب المصريه الثانيه على الفيسبوك، انتم هل ستنزلون 28 مايو فعلا لو جاءت النتيجه بمرشح لا تعتبرونه ثوريا؟ هو هذه الدعوه مطروحه للنقاش ولسه في نقاشات مع اكثر من مجموعه حول هذه الدعوه، ولكن اعتقد الكل مقتنع انه لو جاء رئيس محسوب على النظام السابق فبالتاكيد لا مفر من النزول مره اخرى من التحدي. أستاذ محمد واكد، هل تشارك أحمد ماهر نفس الموقف وهو النزول إلى التحرير يوم 28 مايو لو جاءت الانتخابات أو تقدم أحد المرشحين الذين يعتبرون غير ثوريين؟ يعني في المجمل العام أنا متفق مع اللي أحمد بيقوله في موضوع النزول من عدمه. طبعا الدعوة لسه بتناقش، لكن أتوقع أن هيتم يعني هيحصل عليها توافق في حالة، مش هقول كل مرشحين في الأول، بس في حالة هذا يعني في مرشحين بيهددوا الثورة بالفعل مسبقا مثلا ومن رموز موقعة الجمل و ففي حالة فوز أمثال دول أكيد طبعا الناس هتنزل، غيرهم ممكن يبقى الموضوع عدد الناس اللي هينزل أقل، لكن في كل الأحوال لو في مرشح سؤال لماذا تنزل؟ يعني إذا كانت هذه إرادة الناخبين لماذا يحتاج الأمر بعد انتخابات؟ ربما يشهد كثيرون الآن بأنها تجري وفق معايير قياسية دولية، لماذا يحتاج الأمر إلى النزول احتجاجا على، لأنه أنت لا تحتاج على رئيس غير ثوري، أنت تحتاج على نتيجة انتخابات التي تعكس بشكل أو بآخر إرادة المصريين. لا مش صحيح، العملية كلها يعني هي مش انتخابات نزيهة وعرس ديمقراطية وجوية. أنت لما تيجي تبص على طريقة اختيار المؤسسة الحاكمة، أنت في شروط أساسية، يعني المؤسسة تكون طريقة اختيارها شفافة، وظيفتها معروفة، صلاحيات اللي هيعملوها معروفة ومتفق عليها ومقبولة من الجميع. لا صلاحياتها معروفة ويتم تأجيل تحديد الصلاحيات في صورة ما يسمى بالبيان المكمل لحين انتظار الجولة الأولى، تمام؟ ولا طريقة الاختيار شفافة، لأن تم إقصاء أهم ثلاث لاعبين من قبل اللعبة وتبتدي أصلا. فزي ما تقول كان عندك شريط في مجموعة المرشحين قصوا حتة ولا يمكن الاعتراض على القص منهم، أحد المرشحين تم إقصاؤه لأنه لم يحصل على عفو بسبب انتمائه لجماعة محظورة وتمويلها في عهد النظام الصائل. يعني العملية مش بالزبط زي ما احنا بنقول، فدي عملية لحد ما لكن لو أقبل المصريون على الانتخابات فهذا يعطي الانتخابات شرعية، ألا تتفق مع ذلك؟ لا مش شرط، طب ما البرلمان تعامل بانتخابات شرعية ولم يصمد أسبوعين، مش شرط خالص. انت بتتكلم على الانتخابات الشرعيه ليها 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 اسس، ليها اصول، وقد تم خرق هذه الاصول بالفعل منذ شهور مضت. احنا مش بنتكلم، انا اعلم انك يعني تقاطع الانتخابات انت والجبهه القوميه للعداله والديمقراطيه، لكن هو السؤال الانتخابات تجري الان، السؤال هو ما بعد الانتخابات. كم يمكن ان تعطوا وقتا للرئيس المقبل؟ والله على حسب الحراك الشارع هيبقى معتمد اعتماد كبير جدا جدا. اولا النزول للشارع للاحتجاج ده حق، ده حق دستوري، تمام؟ انت مش نازل تبلطج، انت نازل بتحتاج. طريقه تعامل النظام مع الاحتجاجات هتحدد حاجات كتير، تمام؟ طريقه تعامل النظام مع المطالب الانيه، في مطالب لا يمكن تاجيلها وفي مطالب يمكن الصبر عليها وهكذا، دي هتحدد حاجات كتير قوي في ما اذا كنت هتصبر وهتصبر قد ايه. دكتور حسن نافع، هل مصر على الطريق إلى ديمقراطية بنغلاديش التي تفوز بها فئة ما ثم تنزل الفئة الأخرى إلى المعارضة والاحتجاج في الشوارع وهكذا، تبديل وتوفيق، خالد الضياء مرة، مجيب الرحمن مرة أخرى، من في المعارضة ينزل إلى الشارع ويجعل حياة الحكومة جحيما؟ أتمنى أن لا يكون الأمر كذلك، وأي حركة ثورية إذا فصلت نفسها عن الشارع فأعتقد أنها تموت ويصبح هذا بداية للذبول والاختفاء. قدرة أي حركة ثورية على أن تؤثر
ترتبط بقراءتها الصحيحة لما يريد الناس واستمرار التفاعل مع الناس بشكل حيوي. ولذلك أنا يعني معترض تماما على فكرة النزول يوم 28 مايو، وأعتقد أن الرئيس المنتخب يجب أن يعطى فرصة لإعادة ترتيب الأوراق، خصوصا وأن عملية بناء المؤسسات النظام الجديد لم تكتمل بعد، نحن ما زلنا في الخطوة الأولى، وهي خطوة قد تكون مهمة ولكنها لم تكتمل بعد، ويجب استمرار الضغط حتى تكتمل في الاتجاه الصحيح، لكن يجب أن نتعلم متى نضغط وكيف نضغط وبأي وسائل إلى آخره. أظن أنه القضية المحورية في البداية هي أن يعترف إن هل الانتخابات نزيهة أم ليست نزيهة. نحن نعرف أنه إدارة المرحلة الانتقالية حتى هذه اللحظة تمت بشكل سيء جدا، وكان يمكن لو أديرت المرحلة الانتقالية بشكل أفضل كان يمكن أن تفرز هذه المرحلة مرشحين مختلفين، أجواء مختلفة، وبالتالي كان يمكن أن تضع البلاد على القضبان الصحيحة حتى ينطلق القطار. لكن بما أن هذا هو ما وصلنا إليه وهذه الانتخابات لم تزور، وبالتالي الشعب المصري هو الذي ذهب ووضع الأوراق في صناديق الانتخاب وانتخب أيا كان الرئيس القادم وأيا كان لونه، طالما أسلم بصحة الانتخابات يجب أن يعطى فرصة لنرى ماذا سيفعل، لأنه أي رئيس يقرأ ما جرى في مصر. لكن هل تعتقد في مصر ثورة؟ في مصر ثورة، وبالتالي حتى لو جاء أحد من الفلول، الاختبار الحقيقي له ماذا سيفعل مع الجمعية التأسيسية، كيف سيتعامل معها، ما هو شكل الدستور الذي سيكتب، ماذا سيفعل مع البرلمان الذي قد يصدر قرار من المحكمة الدستورية العليا ببطلان القانون الذي على أساسه جرت الانتخابات، كل هذه الأمور وهذه المسائل شديدة الحساسية وشديدة الأهمية في نفس الوقت، وبالتالي الضغط الشعبي مهم حتى يتم استكمال بناء المؤسسات الديمقراطية الحقيقية. إذا هذه هي القضية، ينبغي أن تكون هناك رقابة شعبية على أي أحوال، في جميع الأحوال ينبغي أن تكون هناك رقابة شعبية على أي رئيس سيأتي. طيب، لكن يجب أن يعطى يعني هل الطرح بأنه ننزل إلى التحرير كل حين ومين وكل في كل صغيرة وكبيرة، أم يمكن تنظيم المسألة بحيث يكون هنالك حينما ينزل الناس إلى التحرير يكون الجميع في التحرير؟ بالضبط، هذا هو بالضبط ما أتمنى أن يتحقق، وأن تستفيد الحركات الثورية من الأخطاء التي وقعت فيها قبل ذلك، وأن تطبق إيقاع حركتها على نبض الشارع المصري، لأن الشارع عندما يتجاوب مع هذه الحركات يعطي للحركة الشعبية زخم كبير جدا وقدرة كبيرة على الضغط والتأثير، وبالتالي هنا يعني الشعب المصري يريد فترة لالتقاط الأنفاس، فترة من الهدوء، قبل أن ينقلب على أي شخص سيدير، لأنه أي شخص سيدير إذا لم ينجز ما هو مطلوب منه إنجازه، يعني في مطالب لن تستطيع أن ترى يعني نتائجها. حد بيقول لك عايزين إصلاح التعليم، أو واحد عايز عربية وعايز شقة، أو هذه مطالب لا يمكن أن تتحقق يعني بين يوم وليل. صحيح. لكن المطلوب بشكل عاجل هو يعني أن تكتمل عملية بناء مؤسسات النظام التي تسمح للسياسة أن تبدأ في التحرك وتمارس تأثيرها على الأرض. أحمد ماهر، حركة 6 أبريل تطورت كثيرا جدا في أدائها، ولعلها اختارت ما كان يطمح كثيرون أن تختاره، وهو أن تكون قوة الضغط البعيدة عن الحسابات السياسية وعالم السياسة، وقطعتم الانتخابات ولم تدفعوا بمرشحين لا في مجلس الشعب أو الشورى أو حتى في الرئاسة، ولم تدعموا أحدا بعيني، وهو موقف من المواقف المحسوبة لكم. لكن النزول إلى الشارع في كل مناسبة وكل فرصة هو مبعث الانتقاد لحركة 6 أبريل، هل هذا سيتغير أيضا؟ مبدئيا النزول للشارع مش وظيفة أو مش مهنة، احنا عندنا أشغالنا برضو زي باقي الناس، يعني بننزل الشارع عند الحاجة أو عندما يكون لابد من نزول الشارع. بالتأكيد اعترف ان هناك بعض الاوقات كان نزول يعني عمالة بطال في بعض الاوقات، وده خسرنا الشارع بصورة كبيرة، ولكن ايضا كان في وقت كان لابد من النزول، بل اننا خسرنا لما ما نزلناش بعض الاوقات، يعني كان في بعض الاوقات قالوا خلاص بقى اهدوا شوية وادوهم فرصة ورئيس الوزراء ياخد وقته، وسيبنا الناس ياخدوا وقتهم وسيبنا الناس يشتغلوا، ولكن في الاخر النتيجة طلعت
ما احنا فيه الان يعني. فاعتقد ان لو كان من البدايه من وقت تنحي مبارك لو كان الناس قعدوا في التحرير كان ممكن الموضوع يفرق. كيف اذا سيتم ضبط الايقاع؟ لانه النزول وحدكم للتحرير ليس خيارا جيدا. هقدم سؤال. والنزول كثيرا للتحرير ليس خيارا جيدا، وعدم النزول نهائيا للتحرير ليس خيارا جيدا ايضا. هقدم سؤال مثلا عن برلمان مجلس الشعب وادائه. ايام وقت انتخابات مجلس الشعب لما كان الناس يعني بيعترضوا على ما يحدث في امام مجلس الوزراء او في شارع محمد محمود، كان النبرة السائدة يدوهم فرصة وكفاية كده وقالوا داكم هناك وحاجات بنفس المنطق يعني. ولكن بعد أداء البرلمان السيء وأداء حزب الأغلبية السيء، الناس حتى في الشارع ناقمين عليهم بصورة كبيرة جدا، وعندهم استعداد للخروج في أوقات كثيرة، وده حصل في أكثر من تجربة. فبالتأكيد ده مهم جدا نحسب إمتى يتم النزول وإمتى يكون في ظهير مجتمعي وداعم للنزول أو للخروج على أي حكومة أو على أي رئيس جمهورية فشل في أداء مهمته. ده مهم جدا ننظمه معاه. ولماذا لا تجعل النزول بدل ان تنزلوا مثلا احتجاجا على اداء فريق الاغلبيه وهو فريق كان معكم في الثوره، توحدوا المطالب بحيث ان تكون هنالك مطالب كبرى للشعب المصري ينبغي الا يكون هنالك نزول الشارع الا اذا مست القواعد الاساسيه للعبه الديمقراطيه في مصر. لماذا لا تركزوا فقط على الاشياء العامه التي لا يختلف عليها؟ يعني بالتأكيد التفاصيل ممكن ما يكونش عليها إجماع كبير، ولكن بالفعل في مطالب رغم اختلاف التوجهات والأيديولوجيات، ولكن في مطالب ما فيش عليها خلاف. يعني انت بنتكلم في ثورة وتغيير نظام، فأي ممارسة ضد تغيير النظام، ضد محاسبة من أخطأ، ضد تفكيك المنظومة القديمة، لو حسينا ان في بالفعل يعني حد بيحاول يقتل الثورة وبيحاول يرجع نظام قديم بكل تشكيلاته، فده بالتأكيد ده هدف جامع هيجمع الناس كلها. لكن تفاصيل بقى اقتصادية او سياسية او في الرأي دي ممكن ما يكونش عليها اجماع. فاعتقد ان في نقط ما فيش عليها. في هذه الحالة يمكن ان نقول ان 6 ابريل لن تنزل الى الشارع الا في القضايا الجامعة التي لا يختلف عليها، وده حصل على الفترة اللي فاتت في القضايا الجامعة الخاصة، في المستقبل برضو كذلك في القضايا الجامعة، او لما نحس ان في تهديد للمبادئ اللي خرجنا عليها في الثورة. خرجنا عشان خاطر حرية، عدالة اجتماعية، كرامة، كل بند من دول يشمل سلوك معين او عناوين كثيرة، فكل من يخرج عن ذلك عن اهداف الثورة فبالتأكيد هنكون معاه. وبرضو في حلفاء كثيرين وفي حركات ثورية كثيرة، في جيل كامل لن يسمح بان يتم التفاف على اهداف الثورة بصفة عامة. ولكن في نفس الوقت موضوع فكرة الرقابة الشعبية دي مهمة جدا، ما ينفعش نسيب الحزب الجديد ان هو يعني ياخد راحته ويعمل كل ما يريد. لابد من وجود جهات محايدة ليست حزبية أو ليست سياسية أو ليس لها مطمع في السلطة. ده مهم جدا، في حركات كثيرة غير 6 أبريل بتعمل نفس المهمة، وده مهم لمصر بصفة عامة. حاليا ليس لكم مطمع في السلطة، لكن ننتظر 4 سنوات كده ونشوف يعني، مش كده؟ ما أعتقدش 4 سنين يعني طيب إن شاء الله. أستاذ محمد واكد، وأعود إلى النقطة التي بدأنا بها وهي النزول احتجاجا على فوز مرشح أو آخر، ألا يفتح هذا المجال للجميع أن ينزل إلى الشارع وتدخل البلاد في فوضى عارمة؟ لو فاز مرشح إسلامي ينزل من لا يريدون الإسلاميين، إذا فاز مرشح غير إسلامي ينزل الإسلاميون، يعني أنتم بذلك تفتحون ما يسمى ما يمكن وصفه بعش دبابير لا يمكن التنبؤ بنتيجته. طيب هو في كذا حاجة لازم نبقى عارفينها. أولا الثورة طبقا للإحصائيات اللي اتعملت واستطلاعات الرأي اللي عملتها جهات كتير، بما فيها جهات أجنبية وجهات هنا، فما فيش مصلحة إن كلهم يتفقوا على أرقام مش صحيحة. الثورة اللي عملوها حوالي 15% من التعداد اللي شاركوا فيه فعالية ما ليها دعوة بالثورة، إن شاء الله راحوا ميدان التحرير زيارة، تمام؟ 85% من التعداد المصري لم يشارك في الثورة. اللي شاركوا في فعاليات ما بعد الثورة، لا يمكن إنه لم يشارك، يعني إذا ذهبت، إذا أرسلت أسرة، يعني بقول لك في النزول، بالنزول يعني. يعني لا يعني أنها لم تدعم، دعمت الثورة بابنها أو ببنتها أو بأخيها أو يعني لا يمكن يعني تجريد 85% من المصريين. لا مش من المشاركة إن هم أعداء، مش بقول إنه أعداء، اللي بحاول أقوله إن وأكبر ثورة ما قبل الثورة المصرية على فكرة دي أكبر إحصاء يعني، 15 ده أكبر حاجة. كانت الثورة الإيرانية ب 8%، الثورة الفرنسية العظيمة كانت بحوالي 3%. ما بعد 18 يوم دول اللي شاركوا في 18 يوم، نسبة المشاركة حوالي 4% من التعداد، تمام؟ ولكن ودي النقطة اللي حضرتك كنت بتقولها وأنا كنت جاي لها، نسبة التأييد حوالي من الثلثين للثلاث أرباع على حسب الإحصاء، تمام؟ فأنت ما تقدرش تقول لي الناس زعلانة من نزولك، الناس مبسوطة من نزولك، الناس مش مع نزولك، تمام؟ بيبقى في مجموعة صغيرة وبره الاحصاء بتقول كده 3/4 للثلثين مع المجموعه، تمام؟ ده اول
حاجة لازم نبقى عارفينها. ثانيا مفيش حد بينزل عشان يغلس على حزب أغلبية أو على مش عارف إيه. لما بتنزل حتى لما بتنزل تحتج على بعض أداء البرلمان بيبقى عشان قصور معين أو عشان حاجة معينة. أنا أتحدث على نتيجة الانتخابات. ثواني بس هنخليها. نزولكم احتجاجا على نتيجة الانتخابات سيفتح الباب أمام الجميع أن ينزل. لا أنا وسينزل الفلول الذين تصفونهم بالفلول. سينزل أيضا إذا لم يفوزوا. أنا بوضح بس حاجة. أنا بوضح حاجة عشان الكلام اللي تقال. لا مش النزول عمره ما بيبقى كده. النزول بيبقى على قضايا محددة وعليها توافق وقرار النزول ما بيبقاش من حركة واحدة بيبقى من مجمع حركات عمرها ما بتقل عن 25-30 حركة وبيحصل نقاش كتير ويبقى على قضايا محددة وعلى مبادئ محددة. حتى ولو من حق أي حد ينزل إيه المشكلة ومن حق الفلول ينزلوا هم أحرار ولكن إحنا شفنا كل نزلات الفلول اللي يفترض إن الشعب مش صابر إحنا رحنا اتفرجنا عليهم في العباسية وشفنا طبيعة الناس وشفنا أعدادهم ومش ضد إن هم ينزلوا هم أحرار ينزلوا طبعا لأن التظاهر حق ديمقراطي طالما أنت ما بتغلسش على حد ما بتخربش حاجة ما بتوقفش حاجة بتنزل بتعمل يونيتك في يوم الجمعة ليه عدم الصبر على ده حقيقة لو الناس مش معاك هل تعتقد إن الناس معاك في النزول؟ ثواني بس لو الناس مش معاك وانت نازل لو الناس مش معاك وانت نازل كيرفك بينزل ما دي حصلت قبل كده كيرفك بينزل وما بتنزلش تاني على نفس القضية يعني انا بقول لك يعني ان في مؤشرات انما حتة ان النزول وهيدخلنا في فوضى ليه مظاهرة تدخلنا في فوضى ده سؤال انا بسأله يعني ايه مظاهرة تدخلنا في فوضى مين لا المظاهرات بتدخلنا في فوضى لو مظاهرتك فارغة يبقى مش هتعمل اي حاجة ملهاش تأثير لا لو كل يوم مظاهرة يبقى البلد هتبقى فوضى مين بيعمل كل يوم مظاهرة يعني انت انا ممكن اديك تواريخ المليونيات مين بيعمل كل يوم مظاهرة مش صحيح انه لكن من حقك تحتج ده حق يعني ديمقراطي مقدس تمام وفي له ضوابط انك ما بتبقاش بتيجي بتجير على حد اللي بيخلي المظاهرات تبقى بتعمل فوضى مش المظاهرات اللي بيخلي المظاهرات تعمل فوضى عشان بس الكلام كاننا بنطبع حاله اللي بيخلي المظاهرات تعمل فوضى هو رد فعل النظام الانتقامي من المظاهرات وده اللي بيخليها تمتد على مدار اسبوعين وضرب نار يعني احنا بدأنا الحديث بمدى صبر الشعب المصري على الرئيس القادم في الشطر الثاني من هذه الحلقة سنسأل عن مدى صبر الشعب المصري على الحركات الثورية وعلى كل الطبقة السياسية وكل العملية الديمقراطية لأن هنالك خطرا كبيرا اسمه ثورة الجياع بدأت له إرهاصات وربما تكون كل الطرق تؤدي إليه في نهاية المطاف إذا لم تسفر العملية السياسية عن النتائج التي يرجوها المصريون هذا ما سنبحثه في الشطر الثاني من هذه الحلقة من أجندة مفتوحة فابقوا معنا كن أول من يعلم بآخر مستجدات الأحداث من بي بي سي اطلع على أحدث عناوين وتفاصيل الأخبار أينما تكون ابحث عن الأخبار التي تهمك وشاهد مقاطع فيديو على هاتفك المحمول مباشرة خدمتنا مجانية لكن عليك تحمل تكلفة الاتصال بشبكة الإنترنت موقعنا على هاتفك bbcarabic.com/mobile أهلا بكم من جديد في هذه الحلقة من أجندة مفتوحة تأتيكم من القاهرة معي زين العابدين توفيق نناقش فيها مطالب المصريين من رئيسهم ومن طبقاتهم السياسية ونخبهم الاجتماعية والثقافية أرحب مرة أخرى بضيوفي في الاستوديو ونواصل الحديث عما كنا قد بدأنا بشأنه في الشطر الأول من هذه الحلقة وهو مدى صبر الشارع المصري على الرئيس القادم وبالأحرى على نخبته السياسية وهنا أعود مرة أخرى إلى الدكتور حسن نافع أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إذا استمر الحراك الثوري بالصورة التي طبعا لا يختلف كثير من المصريين على حق المصريين في التظاهر والتعبير السلمي عن آرائهم لكن إذا استمرت لفترة طويلة مع قدوم رئيس من هذا التيار أو من ذاك إلى متى يمكن أن يصبر الشارع المصري لا هي المشكلة زي ما قالوا الزملاء مش في ان يمارس الشعب او تمارس القوى السياسية حقها في الاحتجاج وفي التظاهر لانه لو في قواعد ديمقراطية مستقرة
ومارست القوى السياسية حقها في التظاهر والاحتجاج. هيتوقف على يعني اختيار التوقيت، اختيار الموضوع في التظاهر، مدى التفاف الشعب أو انفصاله عنها، وبالتالي قد تتحول المظاهرة إلى عدة مئات من الناس ولا يلتفت إليها أحد على الإطلاق. كما كان الحال قبل ثورة 25. قبل ثورة 25، لكن لما تراكمت أخطاء النظام القديم وأصبح الوضع حالة ثورية، أصبحت العمل يعني الحركة الاحتجاجية كان يمكن أن تلعب دور المفجر وبالتالي تشعل الثورة، والتحام الشعب حول المجموعة التي فجرت هي التي أدت إلى صنع هذه الثورة. لكن هناك خطر ينقلب المصريون على المصريون الحركة الثورية. مش بس المصريون، ده هناك خطر في أن يمهد هذا، لأنه هناك قوة تتربص، قوة الثورة المضادة التي لا تريد للثورة الحقيقية أن تحقق أهدافها، تتربص بهؤلاء وسوف تتحرش بهم وسوف تحاول يعني الدفع بالبلطجية إلى آخره وافتعال قضايا، وبالتالي التمهيد إما لانقلاب عسكري أو لإحداث حالة من الفوضى العامة، وهذا هو ما يتعين على القوى الثورية الحقيقية أن تتنبه له، لأنه ممكن عملها المتكرر الاحتجاج المتكرر إما أن يفتح الباب نحو انقلاب عسكري أو حركة فاشية بدعوة، لأنه هذا الاحتقان سيؤدي إلى يعني إثارة بعض الاضطرابات وسوف تغذى هذه العملية. وقد وجد في الشارع صدى تصريح أحد المرشحين بالضبط بأنه سيعيد الأمن في 24 ساعة بإنزال الجيش، أو أنك أنت تفتح الطريق أمام ثورة الجياع، والأمور معبأة لمثل هذا. وقد يتصور بعض الحركات الثورية يعني مش عايز أقول الطفولية أنه ثورة الجياع يمكن أن تتحول إلى نوع من الثورات الاشتراكية أو ثورة البروليتاريا، وبالتالي تقيم هذا المجتمع الاشتراكي بشكل أو بآخر إلى آخره من هذه الأفكار. فأنت أمام مخاطر حقيقية. أنا أظن أن على القوى الثورية التي تريد أن تنقل هذا الشعب نقلة حضارية وأن تضعه على طريق البناء والتقدم، أنا شخصيا أؤمن بهذا، أن الطريق الحقيقي هو بناء النظام السياسي الديمقراطي الذي يسمح بتداول حقيقي للسلطة ويسمح بتقدم محسوب ومخطط ومبرمج إلى آخره. هل نستطيع أن نساعد معا أو يعني نتعاون معا في بناء هذا النظام؟ هذا هو التحدي الحقيقي. أي قوة يعني تتصور أنها ثورية ويؤدي عملها الاحتجاجي في الشارع إلى فتح الطريق أمام الانقلاب العسكري أو فتح الطريق أمام ثورة الجياع، أعتقد أنها ستقود البلاد إلى حالة من الفوضى العارمة، وبالتالي ستعرقل عملية التقدم ولن تؤدي إلى أي نتيجة. أحمد ماهر، أين موقع هذه الأخطار في حساباتكم؟ بالتأكيد موجودة في الحسبان يعني، وخصوصا بعد أحداث حصلت قبل الانتخابات الرئاسية، تحديدا أحداث العباسية، ودي كان في رأيي أن هي ما كانش ليها ظهير مجتمعي، وكان بدايتها كان خاص بإحدى المجموعات أو إحدى الفئات. صحيح كل المجموعات بعد كده نزلت مساندتهم يعني تأييد لحق تظاهرهم السلمي، ولكن عدم تأييد الشعب ليها وعدم وجود ظهير مجتمعي ليها وعدم وجود احتشاد من الناس أصلا عادية في هذه التظاهرات أدى لأخطاء، وتم استغلالها من المجلس العسكري بصورة بارعة جدا. استغلوا هذا الموقف بصورة بارعة جدا أن هم يشوهوا صورة الثورة بشكل كبير. برضو متخوفين بالتأكيد من أي حد يدفع في اتجاه العنف مثلا، أو أي حد يدفع في اتجاه أن يكون في كل مجموعة عليها ميليشياتها أو ما شابه. كده موجود في الاعتبار، ولكن النقاط الجامعة أو الأهداف الكبيرة اللي هي بتجمع الناس كلها ده الأهم، والأخير يتغلب على أي محاولة للتفتيت أو أي محاولة لاستغلال أي مطالب فئوية أو أي مطالب مصلحة لفئات معينة أو مصلحة لتنظيمات معينة يعني. فأعتقد ده الحماية الوحيدة، أن احنا بنفكر في ما هو مصلحة البلد بصفة عامة، ونحن ما نمشيش وراء مصلحة كيان معين. هل تدركون أن، وهذه يعني الحقيقة يعني سمعناها كثيرا في كثير من المناطق التي نزورها في مصر، أنا مصر يعني في نهاية المطاف، أن الناس زهقت خلاص يعني عايزين شوية هدوء. هل تدركون أن ربما يكون هذا 85% دكتور محمد واكد الذين لم يشاركوا في الثورة، أن هم يعني ضجوا من كثرة الاحتجاجات هنا وهناك وأعمال العنف وغياب الأمن، ثورة الجياع خطر حقيقي أليس كذلك؟
بالتأكيد، وكون الناس زهقت فده أعتقد يعني مع الوقت اتغير مفهوم، اتغير منظر نظرة الناس للثوار بصورة كبيرة يعني. كان في وقت من الأوقات مثلا في نوفمبر وديسمبر الماضي كان الدعاية الإعلامية المضادة للثورة والحركات الثورية، مع دخل الناس تقول خلاص كفاية كده وخلاص بقى اهدوا شوية وعايزين أكتر من كده ونشوف الانتخابات هتجيب لنا إيه. ولكن أعتقد بعد الانتخابات البرلمانية وبعد نتائجها الغير مرضية للناس كان في رغبة كتير من الناس، وإحنا برضو بنلمس ده في الشارع عن طريق استطلاعات رأي كتير، الناس كانت عايزة التحرك، الناس في الشارع كانت عايزة التحرك، هدوا شوية عشان خاطر انتخابات الرئاسة ونهدى ونشوف نتائجتها إيه. ولكن مع الوقت لما يكون برضو حتى النظام القديم هيفضل مستمر والرئيس الجديد ملوش صلاحيات هيؤدي الناس تؤيد أي تحرك بعد كده، ده في تقديرنا يعني. طيب أستاذ محمد واكد، ثورة الجيع كم هي أو أين موقعها في حساباتكم أنتم في الحركة الجبهة القومية للعدالة؟ يعني هو عامة الجيع ما بيعملوش ثورة، عندك الصومال لو في جيع، لو الجيع هيعملوا ثورات المفروض يعملوها في الصومال، المفروض يعملوها في دول كتير قوي موجودة، ما بنشوفش ثورات، بالعكس بنشوف طرق مختلفة كتير قوي للسيطرة عليهم. بلاش إنما ثورة، انت بتتكلم الفوضى. انت بتتكلم على سيناريو فوضى مش ثورة جيع. صحيح. فسيناريو فوضى الشيء الرئيسي فيه اللي شفناه في العباسية، يعني احنا شفنا في العباسية مجاميع من البلطجية المجهزين بالسلاح، بينهم كلمة سر موحدة، شغالين على حي كامل، تمام، وسلطات الامن بتمشي وفي وسطهم عادي وجايين، واللي بيخرج لازم يقول كلمة السر او بيتضرب بالسنجة. فدول مش جياع، مش ده اللي جاي منه الفوضى، اللي جاي الفوضى منه من السهل لأي مجموعة من الناس أن تنظم نفسها وأن تجعل لنفسها كلمة على سر، وقد شاهدنا ذلك في اللجان الشعبية على مستوى حي، على مستوى حي العباسية كله، على مستوى حي العباسية من الخليفة المأمون لغاية شارع رمسيس. يعني لا يعني هذا بالضرورة أن هنالك مؤامرة، أنا هفترض أن الناس دي متجهزة بقالها فترة، تمام، وأن في محاولات لتجميع شبكات محددة، تمام، كانت بتشتغل قبل الثورة، وان دول قادرين على ان هم يثيروا فوضى تلصق فيما بعد باي حاجه، دي مش دي المشكله. اتنين، انا بفترض ان في سوء نوايا شديد اصلا باين في المرحله الانتقاليه بشكل واضح جدا، وان ده هيعني بالضروره ان المؤسسات السياسيه التي يجري بنائها دلوقتي لن يتم بنائها كما نرجو جميعا، دون أن يكون عندنا القدرة على الضغط من أجل أنها تنجح بالطريقة، سواء أنت بتتكلم على مؤسسة الرئاسة وصلاحياتها، سواء الدستور، سواء إعادة المؤسسات، بناء المؤسسات الأمنية، كل الملفات دي، بالإضافة أنك أنت في منطقة متوترة جدا يعني في البعد الإقليمي ده ما حدش بيتكلم فيه خالص يعني. كل الملفات دي لا يمكن لمصر أنها تعديها من غير ما يبقى فيه ضغط، إلا إذا افترضنا حسن نوايا شديد جدا من القائمين. لكن تحتاجون إلى ظهير مجتمعي، وهذا مفتقد كثيرا حتى الآن لدى الشباب، لأنه الظهير المجتمعي ليس فقط في القاهرة، الظهير المجتمعي في ريف مصر اللي هو تقريبا لم يصله أحد سوى التيارات التي ظلت فيه طيلة العقود الماضية. ده مش صحيح، لأن احنا بننزل برضو ريف، مش صحيح إن الريف مفهوش. انت لو بتتكلم على القرى لكن المدن الكبرى في المحافظات كلها فيها حركات ثورية وشغالة، وفيها طبعا حركات اسلامية. الفقر في القرى في اغلب الاحوال. انا بكلمك اغلبية الديموغرافيا المصرية بتقول ان معظم الناس دلوقتي في المدن مش في القرى، في طبعا الحدوتة بتاعت ان احنا العدد الاكبر في القرى، ده مش صحيح، بس مش دي النقطة، مش ده المهم. المهم هو ان انت عندك دلوقتي شعب عايز يجرب حاجة، تمام، وبديهي انه هيحاول يجرب الحاجة دي، وعندك اذا كان تحليلنا صحيح مجموعة صاحبة مصالح متأمرة على الحدوتة، تمام، وعندها قدرات كتيرة قوي انها تفعل مؤامرتها على الارض، ولا يمكن، ودي كلها حاجات لازم تتحسب، لا يمكن تصور باي حال من الاحوال ان المجموعة دي هتخلي المركب تسير في امان، انت بس اديها الوقت وموضوع هيخلص والكلام ده. فده من بابه، ده من بابه لازم يبقى مرفوض، لازم يبقى فيه طرق ما لتفعيل ضغط على النظام الحاكم، سواء هيبقى في صورة الرئيس او الرئيس هيتحول الى وجهة وفي حد تاني بيلعب وراه، لازم في طريقة ما. ربما طبعا في كلامك في حاجات مهمة ان هتعملها ازاي
هتكسب الناس في صفك ازاي، كيف ستتلافى الميليشيات اللي بيجري بناءها في ميليشيات ده اكيد يعني انا مش ده يعني ده من شواهد كتير جدا. احنا قدمنا مثلا هقول لحضرتك حاجه، قدمنا فيديو لاعضاء مجلس الشعب على حادثه العباسيه فيها الميليشيات دي وفيها وش ناس بيضربوا نار بالوش ولم يتم هتعملش اي حاجه. فده هو خطر يمكن ان يتكرر في كثير من مناطق مصر. ميليشيات وعرفنا اسامي ناس منهم على فكره. إذا لم يبدا العمل فورا لاعاده الامن ولبناء مؤسسه الدوله كما قلت. دكتور حسن نفعة، يعني هنالك الغام كثيره في طريق الرئيس القادم، الغام اقتصاديه، الغام سياسيه، لكن الشارع لغم كبير في طريق الرئيس القادم. ما هي الطريقه المثلى لو استشارك الرئيس القادم وانت تؤيد احدهم، لو استشارك لحل مشكله الشارع، بماذا ستنصح؟ بان يعمل على تاسيس دوله القانون، وهو ده التحدي الكبير، لانه انت بتنتقل من مرحله حدثت فيها ثوره والثوره تريد ان تنتصر، لكن اديرت المرحله الانتقاليه بطريقه لم تمكن الممثلين الحقيقيين للثوره ان يعني ينظموا المجتمع بالطريقه التي تحقق اهداف الثوره، وبالتالي اختلطت قوى الثوره بقوى الثوره المضاده، ورهن البعض على ان الثوره المضاده ستنجح، الى ان وصلنا الى هذه اللحظه التي جرت فيها الانتخابات في ظل وضع غير محسوم في واقع الامر. وبالتالي السؤال المطروح الان هو ماذا سيعبر الرئيس القادم؟ يعني هل هو متبني مطالب الثوره؟ هل هو متبني مطالب الثوره المضاده؟ واي ادوات سيستخدم لتحقيق اهدافه في نهايه المطاف؟ واظن اننا هنا عند مفترق الطرق، هل نساعد الرئيس القادم او نضغط عليه؟ لانه يعني قد ياتي الرئيس القادم من بين الذين شاركوا في الثوره بصرف النظر عن المظله الايديولوجيه التي يحتمي تحتها، لانه الثوره كانت جامعه. لا، ومثل هذا الرئيس هل يمكن ان يتعامل مع الحراك الثوري بشكل افضل؟ بالضبط، هو هي دي القضيه، مع اي قوى سياسيه سيتعامل، وهل سينجح في توظيف هذه القوى السياسيه وفي اقامه دوله القانون، وهل سينجح في تمكين دولة هذه القانون؟ دي كلمه كبيره، يعني لا يفهمها المواطن العادي، كيف يمكن بناء دوله القانون؟ يعني دولة ظلت بعيدة عن القانون لفترة طويلة من الزمن، وعدم احترام القانون ليس فقط من الدولة، من كثير من المواطنين ثقافة احترام القانون غير موجودة. دولة القانون فيها حاجتين مهمين جدا، ان يبقى عندك برلمان يشرع يعبر عن الناس بالفعل ومنتخب بطريقة صحيحة، بطريقة يعتقد الناس انها انتخابات حرة نزيهة، وبالتالي عملية صياغة القانون تبقى في ظل هيئة منتخبة، انتخاب حقيقي من الشعب. ثم المسألة الثانية أن يطبق القانون على الجميع، من أول رئيس الدولة إلى ويبقى في استقلال قضاء. يعني عملية بناء المؤسسات التي تمكن من ظهور دولة القانون بالفعل، هذا هو التحدي اللي هو يعني يمكن أن يطلق. ما نلمسه في الشارع أن المواطن، يعني دولة القانون ربما يفسرها المواطن في استعادة الأمن، واستعادة الأمن على الرئيس. ما هو استعادة الأمن، ما هو أنت تستطيع أن توظف الأمن لقمع الناس، وبالتالي تستخدم الأجهزة. ما هو الاستقرار قد يكون ظاهريا فقط، أنك أنت توظف أجهزة الأمن لقمع الناس، وبالتالي يبدو الأمر وكأن هناك نوع من الاستقرار، ولكن هو هذا استقرار في الظاهر فقط، وكل مشاكل الناس لا تحل لأن القبضة الأمنية ثقيلة. أنت تريد الاستقرار. هل يمكن أن تعود القبضة الأمنية ثقيلة مرة أخرى؟ بالتأكيد، لو أنت في ظل النظام بقى، يعني لو في حالة من الفوضى العارمة، لو تصورنا مثلا أن في مظاهرات كل يوم وشوية، وفي تعطيل لعملية الإنتاج، وفي يعني إحساس من أغلبية المواطنين أن البلد داخلة على فوضى، ومهد هذا الطريق إلى انقلاب عسكري، إذا جاء انقلاب عسكري أو يعني ستكون الأداة المستخدمة في تحقيق الاستقرار هي الأداة الأمنية في المقام الأول، ولن يحل هذا أي شيء، لأنك أنت هتدخل في دوامة العنف والعنف المضاد في واقع الأمر. وبالتالي التحدي الحقيقي أمام رئيس الدولة القادم هو هل يستطيع أن يستكمل بناء المؤسسات بحيث أن يبقى في دستور بقى يعني توافقي زي ما لكن الكلام ده. الاساسي على الاقل انا الشخصي انه الشارع غير مهتم بمثل هذه، الشارع مهتم فقط بانه الفقر تقل درجته،
ان الناس تلاقي اكل وشرب وسكن. ما هو الخوف ان يجي لك انقلاب عسكري يحل بعض هذه الامور في الظاهر، يكون مدعوم من قوه خارجيه، استثمارات تضخ الى اخره، وبالتالي توظف هذه هذا الاحتياج الهائل للاستقرار لتحقيق لكي يعمل النظام هو في حقيقة الأمر غير ديمقراطي، ويستخدم أنواع من المسكنات لكنها لن تلبس أن تنفجر. احنا عايزين يعني التحدي الحقيقي في رأي الشخص ده. بتقول لي تنصح رئيس الدولة بإيه؟ بقول أنصح رئيس الدولة أن يستكمل بناء المؤسسات الديمقراطية التي تمكن القوى السياسية على مختلف أشكالها أنها تتطور بشكل طبيعي، تلتصق بالناس، تعبر عن مطالب الناس، يبقى في قانون ينظم حركتها على أساس أن يبقى في تداول حقيقي في السلطة أيا كان اللون الأيديولوجي الذي والسياسات التي تطرح. المجتمعات الغربية تطورت بهذا الشكل، والسؤال إحنا هنطور من خلال عمل ديمقراطي يقوم على تداول سلمي للسلطة، ولا من خلال يعني قوة ثورية تستولي على السلطة وتقيم المجتمع الذي يتناسب مع أطروحاتها الأيديولوجية؟ هذه القضية. أحمد ماهر، أنتم كحركة احتجاج ربما تلامون لأنه المرحلة أيضا مرحلة بناء، فهل أنتم مستعدون للتعاون مع أي رئيس قادم في بناء الوطن، في تثقيف المواطن المصري، في محو الأمية، في توفير الرعاية الصحية، ولديكم أطباء ولديكم كفاءات في مختلف المجالات، هل أنتم مستعدون لأن تلعبوا هذا الدور بدل الاحتجاج؟ طب انا عايز اوضح بس الصراحه، كنا قبل الثوره مش حركه احتجاج، كنا ما يسمى مقاومه سلميه، وهي حاجه غير احتجاج. احتجاج مجرد ان حد يتظاهر ويروح، مقاومه لا، تظاهر وتضرب وتقبض عليك، يعني مقاومه من اجل ايصال هذا رساله معينه او هدف معين. بعد الثوره يعني قعدنا في نقاشات كثيره حوالين الشكل اللي هيكون مناسب للمرحله الانتقاليه وما بعد المرحله الانتقاليه، فوصلنا لفكره جماعه ضغط سياسي، ودي اكثر مرونه من الحزب السياسي، وليها اليات كثيره تشابه جماعات اهليه لحد ما او المجتمع المدني لحد ما، فدي مناسبه لهذه المرحله الانتقاليه. منها اجزاء يعني في شق احتجاجي في الحركه، وفي شق تثقيفي، في شق زي السينك تانك او التفكير لمشروعات وبدائل وطروحات، وفي شق احتجاجي يعني في مجتمعي وتنموي واحتجاجي. حتى شعارنا تغير بعد الثوره، كان قبل الثوره كان اسمنا حركة المقاومة المصرية، ده كان شعار مقابل الثورة. بعد 25 يناير يعني في مارس اللي فات تقريبا، لنا شعار المناسب للمرحلة الانتقالية وما بعدها هو عين تراقب ويد تبني. ففي في نوايا وفي طروحات وفي افكار وفي مشروعات للبناء، ولكن هذه اللحظة لكن ما زلتم في مرحلة المراقبة، لم تبدأ مرحلة البناء. بنضغط وبنضغط عشان خاطر يعني نمنع اي حد ان هو يعني فرد بالسلطة، ولغاية دلوقتي لسه كمان النظام القديم لسه موجود. يعني احنا كنا متفائلين جدا في البدايه ان احنا ممكن نساعد الرئيس القادم او حتى مجلس عسكري، كنا مستعدين لمساعدته والتعاون معه، ولكن اللي شفناه نفس السياسه، نفس الاسلوب، نفس القمع، نفس التخوين. فبالتاكيد لابد من استمرار محطه المقاومه الى حد ما شويه. لكن لو طلب منكم الرئيس القادم ان تعاونوه في البناء، لو رئيس ثوري ايا كان، يعني اعتقد لو رئيس يعني بدا في مرحله ان هو عنده نوايا حقيقيه وبرامج حقيقيه للتنميه وتقدم مصر ونهضة مصر، فممكن اتعاون معاه نقدم له حتى مشروعات. هل ينبغي ان يكون ثورية؟ اعتقد لان رئيس محسوب على النظام السابق هيطبق نفس الفكر ونفس الاسلوب ويكون غير مقبول اطلاقا. يعني احنا مش قابلين حد بيهددنا من قبل، يعني اذا طلب منكم يعني حتى لو كان رئيس محسوب على النظام السابق وطلب منكم ان تعاونوه في بناء الوطن، هل ستقولون له انت من النظام السابق لن نتعاون معك؟ نفترض ان فاز رئيس الفلول وهذا الرئيس كنا ظالمينه، يعني هو عنده نوايا طيبه واحنا ظالمينه وفاكرينه فلول ومش فلول، وعنده نوايا اصلاح البلد. طيب يعني ورينا حتى على الاقل، يعني نشوف ايه في موضوع المحاكمات، محاكمه مبارك، محاكمه الناس اللي قتلوا الثوار من الجيش، موضوع تطوير الاجهزه، موضوع تغيير والداخليه مثلا عشان بيسالوا تفكيكها من الداخل وبناء داخليه جديده على اساس علمي. كل هذه الافكار مطالب الثوره. وماذا سيفعل الرئيس في المحاكمات؟ المحاكمات هذا امر قضائي اليس كذلك؟ المنظومه القضائيه نفسها محتاجه اصلاح، وبرضه الرئيس ليه دور كبير في هذا الامر. يعني مجلس الشعب والرئيس يعني لسه غدوه ما الدستور برضو لسه ما حسمش هذه الامور، يعني برضو رايه ايه في الدستور؟ يعني موضوع دفعه في اتجاه الثوره الديمقراطيه الحقيقي. يعني لكن انا اتحدث عن يعني كل هذه مواقف، يعني يمكن ان تختلف، ربما يقدم لك وجهه نظر تختلف او تتفق معه، لكن اذا طلب منكم رئيس مصري سواء فلول او ثوري او اسلامي وهي الفئات التي تخوض هذه الانتخابات او رئاء او يساري، أن تتعاونوا معه في بناء الوطن، ماذا ستقولوا؟
اعتقد في رايي الشخصي، في رايي الشخصي انا فقط يعني، مش حتى في رايي التنظيم كمان، لو رئيس محسوب على الثوره هيكون فرصه التعاون اسهل كتير من اسلام، وحتى لو اسامه هيكون برضه في فرص موجوده للتعاون معه، لكن لو رئيس محسوب على النظام السابق هيكون فرصه التعاون ضئيله جدا يعني. يعني ده اعتقاد ام انكم غير مستعدين للتعاون معه؟ اعتقد هيبقى صعب. هو هيقدم صعب عليك ولا عليه؟ عليه هو؟ صعب على مين؟ صعب علينا احنا نتعاون مع حد محسوب على النظام السابق وعلى الاقل مش مقدم ما ينفي ذلك من افعال. نفس الموقف محمد واكد؟ والله يعني في يعني احنا بنتكلم في تفاصيل، في رايي مش هي ده الموضوع. يعني جاء رئيس عليه 150 بلاغ في النيابه العامه ولم يتم التحقيق فيها وهنتعاون معاه، وفي 12,000 معتقل في محاكمات عسكريه، في اماره يعني هيدي امار، المعتقلين دول هيطلعوا تمام، اللي عملوا هيتحاسبوا، في يعني هيعرف يدي امار. ما اداش اماره وسايب المعتقلين جوه تمام، وقال حولهم للنيابه العامه. في مطالب يعني، قصدي ان في مطالب، مجموعه من المطالب يعني. هنفترض ان كل المتظاهرين المعتقلين تم تحويلهم للقضاء الاعتيادي تمام، هل هذه اماره كافيه؟ لا، امال ايه المطلوب؟ طيب مجموعه من البلاغات يجب ان تقدم ضد قيادات المرحله الانتقاليه اللي موتوا مننا حوالي من 500 ل 600 نفر واصابوا الاف مننا، لان المفروض الموضوع ده ما يعديش. اثنين، في عسكره تامه للدوله لازم تبطل، كل المحافظين اللي لواء ده واللي لواء ده واللي لواء ده، يعني قصدي ان في امارات. لكن هذه ليست شغله الرئيس يعني، دي شغله مؤسسات كثيره، شغله البرلمان. لا يعني هذا معقود بالتعديل الدستوري او الاعلان الدستوري الجديد او الدستور الجديد، فهذه مساله ليس الرئيس وحده هو من يحددها. المحافظ اللي بيعينه الرئيس حسب الدستور الحالي، لكن لسه احنا في انتظار دستور جديد. لا ما هو طبعا، بس هو هيمسك، لا يضعه الرئيس، هو هيمسك. غير مقبول مستوى عسكرة الدولة، ده غير مقبول. في مجموعة حاجات آنية تتعمل، أمارات، في حاجات لابد الصبر عليها طبعا ولابد التعاون عليها طبعا تمام، إنما إن احنا نخلط الاثنين مع بعض، لا، في أمارات لازم تتعمل على طول، وفي حاجات من الغباء. قلت تحويل الإفراج عن المعتقلين أو تحويلهم للقضاء الاعتيادي، هذه أمارة، ما هي الأمارات الأخرى؟ الإفراج عن المعتقلين، إنهاء عسكرة الدولة، إلغاء حالة الطوارئ التي لم تلغى بعد تمام حتى هذه اللحظه، ونقل المعتقلين زي ما قلنا اسمها، والغاء عسكره الدوله، تقصد به عدم تعيين لواءات سابقين في مواقع مدنيه. يا اخي عين نسبه معقوله؟ ما بقولكش انت، احنا بنتكلم على نسبه غير معقوله على اي دوله، عين نسب معقوله. احنا مش بنتكلم في كمحافظين بس، في الكادر الثاني من المجالس الوطنيه المتخصصه، حتى رئيس شركه مصر للسياحه لواء سابق. يعني احنا بنتكلم على كافة المستويات، وده في حد. وعلى فكرة ده اساسا هيعيقه لو عايز ينفذ فعلا برنامج تحول حقيقي، الكتلة دي هتعيقه. هي طيب، مسألة اذا فعلا واحد عايز ينفذ لازم يخرج من تحت سلطتهم. طيب مش عارف يطلعها مرة واحدة، لازم يبتدي يبقى فيه شيء مقنع على ان ده هنوصل له، مش تعالى شوف لي الفقر، تعالى شوف لي، لا، البنيه السياسيه تعمل ازاي؟ الفقر هو اهم المصريين الاول، ليس اهم المصريين بس، هو يتحقق ازاي؟ هو بيجي من المطره. الفقر ما بيجيش من المطره، في مؤسسات لازم تتبني بشكل عدل، ولازم يبقى فيه ما يظهر ان في نيه لكده. لو في نيه لكده طبعا كلها. دكتور حسن نفع، هل هنالك غياب لثقافه الحل الوسط، التفاوض، الوصول الى حلول وسط؟ ربما، لكن يعني ثقافه يعني الثقافة الديمقراطية الحقيقية بتبنى من خلال الممارسة، ومن خلال يعني هي لا تأتي هكذا فجأة. وأنا أظن أن الرئيس القادم يعني الثورة، يعني إذا نصحت الثوار، أنت طلبت منك أن تنصح الرئيس، إذا نصحت الثوار بأن يتنازلوا عن بعض المطالب، بما تنصحهم؟ أنا لا أنصحهم عن التنازل عن أي مطالب، أنا أنصحهم يعني في ترتيب أولويات، أنصحهم فقط باستخدام الوسائل. يعني هناك الثور، في ثورة مصرية كبرى قامت ضد نظام مستبد، وبالتالي كل ما يتصل بإزالة مظاهر الاستبداد النظام القديم وهي كثيرة ومعروفة، هذه مطالب مشروعة تماما، وقامت ضد النظام فاسد، فهناك مظاهر فساد ضخمة جدا، وبالتالي كل ما يتعلق في كل الطبقات وفئات المجتمع، كل الطبقات وفئات المجتمع، لكن في بنية الدولة نفسها. يعني الدولة كانت تدير شؤونها النظام كان يدير الدولة بالفساد،
وكان يختار أكثر العناصر فسادا، وكان يقوم بتقديم رشوة للذين يقومون يعني القائمين على مفاصل الدولة والصناديق الخاصة، يعني أنشأت لهذا الغرض في 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 واقع الأمر. وبالتالي هناك مطالب مشروعة تماما، هو اللي أنا بختلف فيه مع الوسيلة، يعني كيف يعني يظل ملتحما بمطالب، لأنه هذه مطالب شعبية ولها جماهيرية كاملة، وبالتالي الوسيلة المستخدمة للضغط من أجل تحقيق هذه المطالب هذه هي القضية الأساسية. شكرا جزيلا. في نهاية هذه الحلقة من أجندة مفتوحة من القاهرة، لا يسعنا أن نشكر جمهور البي بي سي من مشاهدين ومستمعين، وأشكر ضيوفي في الاستوديو الأستاذ الدكتور حسن نافع أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، شكرا جزيلا، وأيضا الأستاذ محمد واكد عضو المكتب السياسي للجبهة القومية للعدالة والديمقراطية، شكرا لك، وأشكر أحمد ماهر المنسق العام لحركة شباب 6 أبريل، شكرا جزيلا لكم جميعا، ولكم تحيات فريق العمل من القاهرة، وتحياتي زين العابدين، توفيق، إلى اللقاء.